مرحبا بالجميع، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. ربما رأيتم هذه الصورة التي كتب تحتها في معظم وكالات الأنباء: رهبان بوذيون يغلون أنفسهم بالزيت. ولكن لحظة، هل تساءلت أن هذه الصورة حقيقة أم مجرد خدعة؟ في ذلك المقطع المصور الذي انتشر على اليوتيوب، ظهر راهب بوذي وهو يصلي بكل هدوء في الزيت المغلي، متحديا بكل جسارة كل قوانين الفيزياء دون أن تظهر عليه حتى أي أعراض للألم، الأمر الذي أثار دهشة المشاهدين حول العالم واستغرابهم. ولكن للأسف لم يمض الكثير من الوقت حتى أفسد عليهم العلماء حلاوة الدهشة الكاذبة. ولكن ما هي القصة فعلا؟ يظهر هذا الراهب التايلاندي في المقطع وهو يجلس في الزيت المغلي، كما تشتعل من أسفله ألسنة النيران، كما يظهر الناس وهم يتبركون بقدرته عن طريق تمرير بعض الأغراض والتمائم لكي يلمسها الراهب فيمدها حسب اعتقادهم بشيء من قوته، والتي على ما يبدو تم بيعها للزوار والمتفرجين بالإضافة لدور العبادة المختلفة من نفس المكان. ولكن وبالرغم من كل هذا، فلم تنطلي هذه الخدعة على الجميع، حيث أنه لا يوجد أي دليل على أن الزيت يغلي بالفعل. الطريقة الوحيدة لإثبات هذا الأمر هو عن طريق قياس درجة حرارة الزيت. أحد المرشدين العلميين هنا قال: لا يبدو أن الزيت يغلي فعلا، كما أن المقلاة شكلها غريب وربما تكون بطبقتين، وذلك لعزل الحرارة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ادعى أن هنالك العديد من الطرق لاختراع مثل هذا الوهم، كما ظهر هو بنفسه عام 2012 في مقطع مصور أثناء لمسه الزيت المغلي. الخدعة على حد قوله هي عبر إضافة القليل من الماء إلى القدر قبل غلي الزيت، عندها سوف يمتص الماء الحرارة ولكن الزيت لن يغلي أبدا. بناء على الوصف المصاحب لمقطع اليوتيوب الأصلي للراهب، تتم إضافة خليط من الأعشاب أولا على سطح الإناء، وذلك للتقليل من الحرارة العالية، ولكن العمل لا يزال يعد بطوليا بالنظر إلى الخطورة المصاحبة له. عبر تأدية اختبارات مماثلة، فإن الرهبان البوذيين يثبتون قوتهم وتصميمهم لعامة الناس. في الواقع، إذا كانت خدعة أو حقيقة، فعلينا أن نعترف أنها متقنة جدا. إذا أعجبكم موضوع اليوم في قناتنا، فلا تبخل بالإعجاب والاشتراك معنا. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة في القناة.